أي فندم؟ ها وصل؟ لا يا فندم، أول ما يوصل هخليه يدخل على طول. السلام عليكم. محروس بالطاوع يا باشا، منتدب من التخلية، كنت جاي هنا عشان استلم يعني. استنى هناك. بس انا كنت عايز اشكر الباشا الوزير، لان الباشا الوزير يعني يا سيدي شكرا، جزاك الله كل خير. القاعدين دول كلهم مستنيين يشكروا سعاده الباشا. ايه ده حازم يا جدع انت؟ اجري ساعتهم اجري. يعني استلم يا باشا؟ استلم وسحقتهم على خيره الله. حاصل عندك انت اهو ده الوجه. فين ده يا باشا؟ طلعه بره لو سمحت. وراي انكر النار. حي الله، حي الله، حي الله. شيخ ممدوح وصل يا فندم. شيخ مندور في حد بره؟ لا يا فندم مفيش. في الولد بتاع الداخليه اللي سعادتك كلمتني عنه. مين الولد بتاع الداخليه اللي سعادتك كلمتني عنه؟ مال الله عايز يقابل سعادتك يشكرك. خليه يدخل. تعال يا محروس. ربنا يخليك لينا سعاده الباشا ويطول لنا في عمرك، واشوفك ان شاء الله وزير سابق قد الدنيا. انت اسمك ايه يالا؟ خدمك محروس يا باشا. محروس؟ من اي بلد؟ من بلدكم يا باشا، كفر تعلم. ما انا الحاج فتيحه ربنا يرضى عليه هو اللي كان كلم سعادتك يعني عشان ايوه افتكرت يعني بلدياتنا بقى. بالظبط يا باشا. وابوك يطلع مين في البلد؟ خدمك مطوع الدخاخني يا باشا. عم مطوع الدخاخني؟ اللي كان بيغش المعسل ويحط فيه شارة خشب. بالظبط يا باشا، كل كنت تشربه دي سعادتك كان شارة خشب. العربية جاهزة يا فندم. العربية مالك؟ جاهزة. جاهزة. هي الساعة كام دلوقتي؟ 4:30 كفاية بقى كده. كفاية. يلا محروس امشي انت. يلا مين؟ يلا امشي انت. امشي فين؟ امشي روح. يلا امشي ازاي؟ يمين طلاق بالثلاثة متعتع من جنب الباشا. يعني ايه صاحبي الباشا عايز يروح دلوقتي؟ انت بتقول ايه يا فندم؟ الباشا محتاج حاجة كده ولا كده؟ انت مالك انت؟ انا مالي ازاي؟ ده من بلدنا وانا عارفه. حاجة غريبة جدا. خلاص يا عصمت، خلاص خلاص يا محروس يا باشا. خلاص محروس اصله بلدياتي وعايز يفضل معانا يفضل معانا. شوف سيبه يا علاء سيبه، ابويا الحاج اصله موصيني عليه. اركب انت بقى في العربيه الثانيه. اخبار البلد ايه يا ده محروس؟ الولد زناتي، زناتي الجعفري، الواد المعفن الجربان ده، بنى بيت بالطوب الاحمر وحط طبق فوق سطوح، طبق من اللي بيجيب المسخره وقله الادب دي. رحت له تعالجت معاه. تعاركت معاه ليه؟ قلت له عيب يا ولا، عيب يا ولا، دي بلد طاهرة يا ولا، ما تنجسهاش بالكلام الفارغ ده. قعدت اناهد فيه ويناهد فيه يجي 3 ساعات. 3 ساعات؟ ما لحد الفيلم ما خلص يا باشا. الواد بسطاوي بقى يا باشا، بسطاوي ابن قرن الغفير، لقيناه فجأة اشترى جاكيت تجيل، البلد هللت. بس ايه؟ بعديها بقى مراته خلفت واد براسين. الواد مات، عملوا له مقام وسموه مقام سيد ابو راسين. بس جت حكايه والله يا باشا. الواد رزق ابو عوف، الواد اللي ما عرفش الالف من كوز الدره دي، اتجوز واحده خواجياني، قال ايه غيتها بقى بالليل تقعد على القهوه وتشيش. ده حتى منظر الست وهي حاطه البتاع في بقها كده منظر مش ولا ود يعني. كفايه ده واشتري. في ايه يا بنت؟ الحمام غرقان والمحبس مفوت. حمام غرقان؟ في مفتاح انجليزي؟ ادور. يا مين طلاق بيت 3؟ ما حد بيصلح الحمام غيري. Thank you.
لاتيني؟ لا فرنساوي. هاتي. طيب. تعالي بقى انت عشان انا ما افهمش اللي بتعني. تعالي تعالي اهو. تعالي كده. يا جدع انت بتعمل ايه؟ خد امشي. بس تعرفي الميه بتبقى حلوه كده بتخلي البني ادم النني بيبقى يعني راضي عن نفسه ومستقر ذاتيا. فالواحد يعني بيبقى اسمك ايه؟ اسمي هيام. ايه؟ هيام. عاشت الاسامي. هيام وانت ايه؟ البنت دي باين عليها شغلانه. اي والله. يخرب بيتك. انت بتعمل ايه يا حد كده؟ انا بدور على الام يا باشا. يلا بينا. هو الام فين؟ في المطبخ. فين؟ في المطبخ. الام في المطبخ؟ الام يا باشا هندور عليه وهيبقى كله تمام تحت السيطره ان شاء الله. انا حصرت. انما انت اسمك هيام صحيح ولا دي اشاعه يعني؟ يا جدع انت قلت لك اسمي هيام، وانت بقى اسمك ايه؟ انا اسمي محروس. عاشت لسامي يا محروس. قولي لي يا محاميه. يا ايه؟ محاميه. اديها ميه ما تريحهاش يا بنتي. جتك ايه يا سي محروس؟ شيل البتاع دي. اوعى كده بتكسب يا بنتي. شيليها يا بنتي. يلا بنتي ايه؟ يوم بتكسب يوم. اوعى بسرعه يا عصبه، شوف لي سباك من تحت الارض، البيت هيغرق. العملية تمت بنجاح عظيم كما هو المتوقع يا باشا، وكل شيء تحت السيطرة. خلاص يا عصمت خلاص. مين الحيوان ده؟ لا ده الواد ده. انت قلت لي اسمك ايه؟ خدامك محروس مطاوع يا باشا. ده محروس مطاوع اصلا، بلدياتي وابويا موصيني عليه. ابوك مين؟ انت ما شفتوش وهو قاعد معايا في الحمام؟ والله ما شفت حاجة يا باشا. خلاص يا اعتماد. بيقول لك ما شافش حاجة والله. ده محروس ده واد جدع وتابعي. انا بتاعك يا باشا. خد يا محروس. خد يمين طلاق بالثلاثه ماخد ولا مليم عيب يا باشا. خد يا راجل اسمع كلامك. انا حلفت يمين طلاق ايه؟ خلاص يمين طلاق بالثلاثه بدام انت زعلت كده اللي انا واخد يا باشا. حاسب يا سياده الوزير. حاسب يا محروس. حاسب يا باشا. حاسب امر والله يا باشا. ولا اللي انت جايبها يا ولا القهوه دي مضره لصحه الباشا يا ولا. اجروا هات شوب حليب. شيل يا ولا شوب حليب مغذي يا ولا. ايه ده انت بتشرب سجاير لسه؟ ده مضر للصحه يا باشا. انت عارف السيجار اللي انت طفيته ده ثمنه كام؟ هيكون ثمنه كام؟ وبعدين حاج افتح رضي الله عنه وارضاه لو عارف الحكايه دي هيودينا في داهيه. خلاص. أشاد سيادته بالمجهودات الجبارة. من قد يا سيدي كتف بكتف كبارات البلد. أمال إيه؟ ده مذكور بيه ما بيعملش حاجة إلا لما يشوف محروس يبكي. طب ده مرة الواد محروس أهو واقف على يمين الوزير. وقد قام بقص شريط الافتتاح في حفاوة. الله أكبر. محروس مسك المرقص. الواد مسك المرقص. الواد مسك المرقص. الواد مسك المرقص. الواد مسك المرقص. محروس مسك المرقص. محروس مسك المرقص. We'll be right back.
تتخيل سعادتك يا باشا لما هذا المكان الباشا الزرايب دي يا باشا. ايه اسمها ايه؟ ما اسمها الزرايب يا باشا. تخيل يا باشا لما تتحول الى مدينة ملاهي عالمية. العباء من اوروبا وامريكا. الطفل من حقه ان يتفتح يا باشا. ان اللعبة هو حق من حقوق الطفل. ومن حق كل طفل في عصر سعادتكم انه يتزحلق على الزحليقة ويتمرجع على المرجيحة يا باشا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ومش الطفل بس يا باشا. الشعب كله لازم يتمرجح على المرجيحه ويزعل على الزحليق. كله هيزعلق لما يتقطع نفسه. طيب والبيوت اللي هناك دي سعادتك حطيت ايدك على الجرح يا باشا. ما هو ده اللي بيخليني اعرض الموضوع على سعادتك. الناس اللي ساكنين هناك يا فندم طمعين لبط قوي. تخيل سعادتك في عيشه متر بمتر ومع ذلك مش عايز يسيبها مع المستثمر دفع له. هو ده اللي بيطفش المستثمرين من البلد يا باشا. ما هو لو كان كل واحد يحب بلده زي ما بيحب نفسه كنا زماننا دلوقتي احسن بلد في الدنيا. صباي 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 دم. انا اصلي من ساعه ما وصلت الموقع انا والباشا الوزير وانا شايف الواد عمال يتنطط كده زي فرع لوز. ببص على الواد قلت الواد ده بانه مش هجيبها لبره. لقيته ايه بيطلع مدفع رشاش. بيطلع ايه؟ مدفع رشاش نص قد 7.60 كيلو. ده غير بقى ليه قفل اللي هي استعملت اول ما استعملت في الهند سنه 1882. انا اعمل ايه بقى؟ رحت طالع للواد قلت له اضرب يا قل اضرب يا قل اضرب يا ايه اضرب يا قل. رحت بصيت له كده. انا لما بصيت الواد بصيت له بصات ثاقبه. بصات الثاقبه خلت عند الواد حاله اسمها استباحث نفساوي. استباحث نفساوي دي يخلي الواد يترد كده ويترعش ويتهز. الواد في هزته داس بصباعه على الزناد طلعت طلقه. الطلقه دي تبقى بسرعه الصوت. سرعه ايه؟ الصوت. سرعة الصوت يعني تقول مثلا ايه يا ابو الفتوح كلمة اهدي الطلعة تروح ايه الطلعة تروح طلعة في الاهدي تروح طلعة فين؟ انا شايف بقى الطلعة وهي جاية. انا رحت عامل سبرنت كده اهو رحت عامل كده اهو زي العضلة بتاعت الجول ولاحق الطلعة على اخر لحظة من على دماغ الباشا الوزير بصباعي دي بصباعي ايه؟ بصباعي العالم هللت وحصل هرج ومرج. انا بصيت الواد جريت وراه. الواد جري اتاني في ارض شاسعه ومستنيه ايه هليكوبتر. مستنيه ايه هليكوبتر. الهليكوبتر كان فيه واحد بيسوق. بصيت له بصه ثاقبه اتهز وراها راح قايم بالطيار. الواد الصغير اللي هو كان تحت الشعلق في الطيار. رحت انا مش شعلق فيه الطياره طلعت
طارق ايه؟ طارق. انا بقى بعزمي رحت شادد الواد شده جامده، لحسن الحظ نزلنا في النيل. نزلنا فين؟ في النيل. الواد فرط مني، لقيته بيعوم قدام. بيعوم فين؟ قدام. عمت وراه، فضلت عم اعوم اداري فيه كده. كانت الدنيا ليلة، كان فيه بتاع كده زي مركب فيها رقاصه طالعه قاعده بتتفرج وبتغني غناوي، مش عارفه تلام على جدتي يا عز. قلت يا وليه مش عارفه بتتلام على جدتك يا عز؟ ده وقته احنا في ايه ولا في ايه؟ البلد فين وانت في ايه؟ اخلص خش جوه ولم نفسك انت. فجاه لقينا نفسنا في الملح. الواد نزل في اسكندريه في الملح، نزلت وراه اتاري فيه غواص. فيه ايه؟ غواص. قلت له تعال يا ولد، تعال تعال ما تخافش. وضحكت له كده عشان اطمنه. الولد اصله كان مستخبي في حته ضلمه في اخر الغواصه. مين؟ في اخر الغواصه. ايه؟ في الغواصه. غواصه ايه؟ يا بنت غواصه ايه يا بنت؟ بقول لي الغواصه، الغواصه. اصل احنا طلعنا بعد كده في جزيره اسمها قبرص. مين؟ قبرص. ايه؟ قبرص. ببرص؟ يا بنت ببرص ايه؟ قبرص دي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. اخص عليك يا محروس، بقى تروح ببرص دي من غير ما تقول لي اعمل لك فطرتين تاخدهم معاك تتقود بيهم؟ ده انت هناك لا تعرف لحد ولا محتاج. يا بنتي فطرتين ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ بقول لك غواصة والواد عايزين نجيبه، تقولي لي فطرتين؟ انت بتصدقها ياما؟ هو ده كلام يخش دماغ حد؟ اجريها يا ولا، هو انت ده ما سادد نفسك ليه؟ كانك الهم؟ ها؟ قوم يا مسعد، قوم عشان المقرر بتاع اولى اعدادي صعب قوي السنه دي. قوم يا بنت قوم. عايزك تسمعيني مذبحة المماليك. مين؟ مذبحة المماليك. ملاليم مين؟ ملاليم ايه يا بنت؟ ملاليم ايه؟ بقول لك مذبحة المماليك. ذبحوا مين؟ يا بنت ذبحوا مذبحة المماليك. مذبحة المماليك. ايوه المذبحة.